شوف الحديث التالي. ايوه، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. شو الدقل؟ الدقل رديء التمر. نعم، رديء التمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يشبع بطنه، ونحن نأكل أطايب الطعام، حتى المية صارت تجينا إيش؟ كاسات مسكرة. فما له مية الحنفية؟ قال: يا شيخ تحتوي، شو تحتوي؟ هذه الصحية يا أخي، هاي خالي من بعض الأملاح اللي الجسد بحاجة لها، بشهادة كذا شخص كيميائي. فكل شيء بدنا إياه إيش؟ أريحية. النبي صلى الله عليه وسلم رديء التمر لم يكن يشبع. جيتك إيش؟ أختك حردانة، شو مالك؟ والله ما بصرف علينا. أوف، كيف ما بصرف عليكم؟ كيف يعني؟ فاهميني كيف ما بصرف عليكم؟ مش بشتغل وبأخذ راتب بس ما بصرف علينا. كيف ما بصرف عليكم؟ ولا وين راتب بروح؟ راتب علينا بس ما بصرفش علينا. كيف بروح علينا ما بصرفش علينا؟ بصرفش المصروف اللي بدك إياه. راتبه 300-400 دينار، ودفع له أجار بيت ومية وكهرباء، وجاب وراح، ما هيو بده يرمي حاله من فوق السطح بسببك، وجاي تقولي مصروفش علينا؟ ولك عيشي كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم، عالدقل، عالتمر الرديء. مش انت بس تشوف اختك جايتك حرد، والله اللي بده ياخذ بنتنا بده يكرمها، بده يطعميها احسن اكل وشربها احسن شرب ويلبس احسن لبس. احنا هيك بنات؟ كنت اصلا غلطنا، ناس ابناك احنا اصلا. شبعانه من دار امها وابو من دار امها. هذا كلام بصدر من واحد صاحب دين دقل. ليش اختي انت ميتة من الجوع؟ لا والله يا اخوي، بس مش الاكل اللي بدي اياه، طلبت ستيكرز جاب لي كوكو عاشور. جيب لك سنيكرز. طلبت منه من المحبس، راح جاب لي بزر عين شمس، كان جاب لي كاشو. ما عدناش نجيب كاشو، حقه 10 ليرات الكيلو، الجامب 13 حاطط لي عليه هذيك اليوم واحد. تفرجنا عليه وطلعنا. تقول لي ما عدناش قدرات يا بنيتي، يا اختي، يا تصور طلبت طاطا، خلص جاب لك شيء، طلبت تفاح، جاب لي تفاح صغير، هذا بتاع العنبر بتاع زمان، ممتاز. غيرك مش لاقي ولا حبة تفاح؟ ما توقف مع بنتك، مع اختك، فهمها انه هذا بدك ترضي. واذا انت انزنقتي انا بزرق لك براني، كما قال عمر بن الخطاب لابنتي حفصة: اذا اشتهيت شيئا فلا تطلبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبيه مني براني. يعني هيك تيجي تزوريني، مش هي أكلة شربة لبسة، نعطيك إياه براني. هيك أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيك أخلاق أصحابه. أما حضرتك نازل، طيب أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رديء التمر ما ملاش معدته. توكل تمر؟ والله إذا في جامبو لو سمحت جيب لي جامبو. إذا ما جايب لك أميراتي أبو الليرة، بنفعش الضيف أبو الليرة، بدي جامبو كيلو 13 ليرة، لأنه محشي فزدق. مش هيك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش هيك؟ حتى فزدق بدناش، بدنا فزدق حلبي. حط لي فيه شو هذا؟ هذا بدك بقلاوة أنت، مش تمر. لما خسرتي عنده بدك تتأقلمي معه، هذا مش بخيل، لأنه هذا ما عنده قدرات أكثر من راتبه 400 ليرة. كمل يا جماعة، ما هذا الدرس لازم النسوان يحضرنه. بدك تأخذ الدرس وتروح تحضره لأختك ولأمك ولبنتك ولستك، تفكر ستك يعني أحسن، برضو بدك تحضر هالدرس، لأنه هذا الدرس نخلص من هالشغلة هاي. مشاكل أسرية كثيرة جدا بس على إيش؟ على الأكل والشرب يا جماعة.
صارت ارقام فلكيه. عنده 5-6 اولاد بده يقطع حاله الزلمه. من وين راتبه 500 دينار مش مكفيهم؟ ما ايش اساوي؟ امزح حالي؟ هات سجاد لهالدار، هات جبنا سجاده من 25. نعم انا بدي تركي. شو تركي؟ ما احنا عرب مش اتراك. لا يعني الصناعه تركيه. ولك شو تركي؟ هاي هذا اردني. لا 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 مش. قلت لها طب بدي اتمكيج لك، هات لي ايش؟ 20 اسم مهوله. طيب هاي ليره ونص. شو ليره ونص؟ هذا بيعمل عينين. انا بدي الكحله ام الاصليه هاي حقها 88 دينار. 88 دينار؟ اجيب لك والله عينيك حلوات من غير كحله. ما شاء الله تفرج بحلاكي. صرت اشوف القمر من غير كحله. 88 دينار اجيب لك كحله؟ ما شاء الله الجمال بنقط تنقيط. مشاكل مشاكل بتروح عائشة. احنا بصلنا اخبار وقصص مشاكل عائشة تافه. شوف 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 النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه